مرحبا، نحن بنعرف لما كنا نعمل كنا نشتغل بالألجبرا وكنا بدنا نعمل multiplication لتو matrices. مثلا إذا عندك اتنين ماتريكس وبدك تضربهم ببعض، ف بهالطريقة خلينا نشوف شو قصة الماتريسيز، كيف فينا نعملهم بالمبدأ. فلنشوف شو في عنا. هون شو بدنا فيهم؟ نحن شو قلنا هون؟ مثلا مثل ما اتفقنا نحن نعمل نستعمل np.asArray_numpy.asArray. فهيدي بفوتها بهالشكل هذا. هيدي الدايمنشن تاعها شو هو؟ فأنا بدي استغل الفرصة أحكي شوي بالدايمنشن قبل ما أحكي بالمالتيبليكيشن لتو ماتريسيز. فمثلا إذا بنقول له هون sum.shape، خليه يعطيني الشيب، ما بدي غيره. وبنقول له print فهذا الشيب لهيدا حيكون ما حيكون بعده ماتريكس، مع انه هي منظرها بيوحي انه رح تكون ماتريكس، بس ما بتكون بقى، يعني بتكون هو حيحطها هلا تيوبل 2 فاصلة ولا شيء. هي تنعمل رام هيا. فهيدا يعني هيدا منه دايمنشن لماتريكس، يعني هيدا اكتر هي اذا بدنا ما بعرف، هيدا اكتر مثل ليست، يعني اكتر هي مثل ليست. اذا واحد قال لها ماتريكس اوكي، بس شو الدايمنشن تاعها؟ مثلا 1 دايمنشن ماتريكس، فينا نقول بركي ممكن 1 دايمنشن ماتريكس بس. يعني فهيدي اذا بدنا نحن نغيرها فلازم مش ايه. فهلا اذا هيدي اذا سالني انه شو الشيب من بعدنا بنعمله هيك، فهو على اللاينين راح يحطهم. لا انا بدي اياها هيك، يعني الواحد هو اول شيء بيتخيل انه هي هيك، ف انه على سطر واحد واثنين كولوم. فهلا بيتغير شوي الوضع، فهيك هيك انا برايي افضل شوي بس على كل الاحوال. فينا كمان نعملها هيدي من ميزات الشيب، يعني هو هي من حيث المبدأ ما في شيء كتير مهم هون. فهيك بنعمل ماتريكس هون مثلا 2 3. هلا ان بي ملتبلاي هيدي ايش بدنا فيها؟ مش هيدي، يمكن مش هاي اللي بدي اياها. انا حقيقة بدي اعمل 2 ماتريسيز واضربهم ببعض. فغالبا لما بكون عندنا هيك نعملهم هول، مثلا هي مهضومة، خلينا نعمل مثلا هيدي الماتريكس فرضا، او لا خليني اعملها هاي بركي بياخدها هيك. لا لازم يكون هيك. هون خلينا نحط شي، خلينا نحط هون 1.1 و7، او هيدي ما كتير بهمني امرها، هيدي من هي ملتبلاي هو بكررها هي ذاتها، ما كتير بهمني امرها. حتى نشوف الاكس اللي طلعت معنا، اللي هي as array. هيدا نشوفها، اوبس رام سكرتها هنا. اوكي 2 3 1 7 فعلا هذا المنظر كنا ناطرينه. اذا بنعملها برنت لمنظر احلى واحلى، اما هاي برنت اكس بلا خلص هيدي هي. ف هيدا نضرب هيدي ب السم هيلب. انا مهتم اعرف انه هل لان هيدي الشيب تاعها طلع 2 فاصلة تيوبل 2 ولا شيء هون، لان اعتبرناها مثل ليست تقريبا او 1 دايمنشنال ماتريكس. فهيدا نضربهم ببعض. هلا في اذا عم نشتغل نحن ضرب بهالطريقه هاي، نحن عاده بجد بالالجبرا السنه الاولى جامعه بناخذ مثلا مالتيبليكيشن، مثلا اول ماتريكس بتكون دايمنشن تاعه فرضا 3 5
وتاني ماتريكس مثلا 5-2، فجواب هون بيطلع ماتريكس 3-2. اوكي، فلازم يكون الرقم اللي هون هو ذاته الرقم اللي هون. ف هلا هيدي 2-2، هيدي 2-2، وهيدي 2 اذا اعتبرناها هي مثل كولم، كولم ماتريكس. فاذا ضربناهم ببعض في عنا 2 فانكشن تان بعتقد حياته نفس الجواب، لانه هيدي بعدها ماتريكس بعد حجم صغير، يعني انه 2 دايمنشن او 1 دايمنشن او هيك. فواحدة منهم هي numpy دوت، حنلو np لحتى يفهم هون، لانه نعمل له import لل np. matmul، matmul هي هون matmul، فيها الدوت وفيها هيدي الماتمل، matmul. فحنقله x و some help و متى نشوف array 5-8. ف مزبوط، ضربهم بنفس الطريقة اللي نحن معودين عليها. ف حلو، بعتقد هيدي، فإذا هيدي 1 dimension هي بيعملها by default انه هي column matrix، ما بي مش حياخدها رو. إذا بدنا ناخدها رو يمكن يفهمها، مثلا إذا واحد بيجي بيقول له، إذا واحد بيجي بيقول له مثلا وحدة تانية مثل هاي مثلا some help one، وهون تعال نعملها 2-3. اوكي، إذا بعدين نجي بنقول له والله اضرب لي اياهم ببعض مثلا np dot matmul مثلا some help، و كيف يكفوها شفتك، ايوه some help، برافو، او some help one. حتى نشوف بياخدها، بعتقد حيفهمها، بعتقد حيفهمها. بنقله print، يلا اوكي فهمها. اعتبر اول وحدة، اعتبر اول وحدة رو ماتريكس، واعتبر التانية كولم، وفهمها وقلبها مثل ما لازم. يعني حتى لانه في وحدة، في فانكشن تاني مثل الماتمال بعتقد حضرتك نفس الجواب كمان، هي الدوت ماتريكس. بيفرقوا عن بعض الدايمنشنات الكبار، يعني هيدا ما بيكون دايمنشن مثلا 2-1، تكون تكون فيها، يعني بيكون فيها 3 دايمنشن مثلا. اول وحدة مثلا بتكون مثل هاي مثلا 5-3-4، مش بس 3-4، 5-3-4 على كل الاحوال. فهلا صار هلا وقت انه نحكي بالديفرنسز، الفرق بيناتهم. فخلاصة بالمبدأ انه هيدي هي one dimensional بالمبدأ، وما بعرف او هيدا او list او اللي هو. فبالمبدأ هي column، بس انه فهمها هو هون مثل row، يعني هو لما اشتغلها هيدا صح عاملها على اساس انه هيدي شو اسمه، هيدي column، column matrix، يعني column one dimensional column vector، يعني واقف vertical وهيدا horizontal مثلا. اوكي، فهو هو استوعبها هيك بالشكل هذا على كل الاحوال. بلا طول سيرة، تعال نفوت بال شيء الغريب شوي. لما الواحد بلش بيحكي بالدايمنشنات كبار، انا قلت هول يمكن ينفعونا بعدين نعمل شيء، اذا ضرب نعمل شيء على دايمنشنات اكبر، فمشتغل 5-3-4 وهيك واكثر. او مثلا لك هيدا الدايمنشن الغريب 4 دايمنشنات، هيدا كل واحد حجمه 2-6-4-3، شيء غريب. هلا ان هاي المنظره مول ان بي اي رينج، فهو بحط الارقام من الصفر لهيدي الرقم هيدا 5-4-3 اللي هو 4-15-60 اللي هو 60، من الصفر لل 59. من الصفر لل 59 هول حيرتبهم، هي هون من الصفر هون لل 59 هون حيرتبهم على اساس 5-3-4. هيدي هي فكرة الريشيب، او حتى الشيب بياخدها، بس انه الريشيب بيجي بحطها بفاريبل
الاوتو يعني الريتيرن فاليو، الريتيرن بيشتغل على الريتيرن فاليو، بينما هون بالشيب بغيرها هي ذاتها. وينها كان في هون شيب هي بغيرها هي ذاتها. ف كل الاحوال فاذا قلنا الاكس 1 هي من الصفر لل 59 ومقطعين بهالاسلوب هيدا 5 3 4 يعني منظرها هيك، فنحن عندنا 5 قلنا شو 3 4 3 رو 4 كولوم، 3 رو 4 كولوم، وهيدي هالماتريكس هيدي 1 2 3 4 5 من الصفر لل 59 طريقة مهضومة. كمان التانية انا سميتها اعتبرتها كلها 1، رح تكون كلها 1 نات ورح تكون مقطعة بهالاسلوب هيدا 2 6 4 3. هلا اوضح شيء حنشوفه نحن 4 3 حنشوفها مكررة 6 مرات، وبعدين كل هول رح يكونوا مكررين مرتين. فلما بنقول دوت ميت دوت برودكت هيدا نشوف شو رح يعمل. اللي حيعملوا حيعملوا شيء غريب شوي. هيدي الخمسة بتنحط هيدي الخمسة تعال نشوف الشيب لضربهم شو راح يكون. هذا الاكس 3 والاكس 3 دوت شيب، بعدين بنشوف الاكس 3 شو حتكون. فالاكس 3 هي ضربهم الدوت برودكت تاعهم. فقلنا 5 3 4 والثانية حفظوا 5 3 4 والثانية 2 6 4 3. ف جوابهم راح يكون 5 3 2 6 3. تنشوف كيف عملها هاي. اللي عملوا نحن بنعرف نضرب 3 4 ب 4 3 كثير منيح. اذا نضرب 3 4 4 3 حيطلع عندي ماتريكس 3 باي 3، بس هذا الموضوع مش بهالبساطه هاي. على قليل نحن بنعرف نضرب هي شو بسموها سم برودكت. يعني انا بكون عندي رو من هيدا، يعني هيدا اعتبرناها مثل ماتريكس، باخذ الرو من هون، هيدا الرو من هون بيقدر يضرب كولم من هون. اوكي بيقدر يضرب كولم بهون، يعني بيقدر يضرب هاي او بيقدر يضرب هاي او بيقدر يضرب هاي. هاي الشغله مفهومه لعنا، لازم تكون بيطلع رقم واحد، بيطلع 1 نمبر. لو السؤال هون وين هالرقم رح يطلع وكيف؟ فهو عمل خمسه، هيدي الخمسه حطها بالاول، رجع قال 2 6، رجع قال الثلاثة والأربعة مع الأربعة ثلاثة إنه بيطلع رقم واحد. أوكي فبيطلع منا رقم، بيطلع قلنا شو قلنا؟ قلنا خمسة، ما قلنا أنا عملت شي غلط، قلنا خمسة ثلاثة إن شاء الله أكون عم بحكي صح. تعال نشوف 5 2 مبلا 5 3 5 3 2 6 3 اللي هون. هو انا هون مش فرقانه معي 5، ممكن يكون هون في شيء قبل الخمسه كمان. مثلا لو كان هيدي مثلا لو كان هون مثلا 7 5 بتضلها كمان 7 5 7 5 بالحقيقه 7 5 3 بضلهم بالاول هن ذاتهم. هذا اللي بيعمله وبعدين بيصير بوزع. فكانه الواحد بحس انه هلا حنعمل مثل شجره او مثل توزيع على اساس هول. طيب تعالوا نشوف نسهل الحياة شوي، لنقول نحنا كيف كنا عادة نضرب. يعني هيدي كيف ضربها هو أصلا، لما كان عندي هول الأكس مضروبة، إنه هي مضروبة بال هيدا نشوفها بركي بعمل وحدة تانية. فأنا لما يكون عندي بالأصل ثلاثة أربعة وعم بضربها بأربعة ب وين عم بشتغل انا؟ ايه 3 4 مضروبة ب 4 3. ف هو بيجي هيدي 3 هي 3 3 رو. ف كل رو هون بده يشغله مع كولوم من هون، 4 رو 3 كولوم، كل رو بده يشغله مع كولوم بيطلع رقم. فهيدي هي الفكرة، كل رو بيشغله مع كولوم، مشان هيك بيطلع جوابه 3 ضرب 3. هون كل رو بهي 3 4، كل رو هون كل رو من هول بده يشغله مع كولم واحد هون، ولكن من بعد ما يفوت على من بعد ما يفوت بالتدريج. وكيف بيفوت بالتدريج؟
بفوت هذا كل رو هون بيشتغل مع كل كولم من هول الثلاثة، وهول بيكونوا أول مرحلة. بعد ما يمرق فيهم كلهم بيطلع معنا سطر، بيطلع معنا سطر انك رو ثبت رو هون مثلا first row row of index 0، هيشتغل هون مع row of index 0 row of index 1 row of index 2، فحيطلع معنا 3 ارقام على سطر واحد. اوكي، لانه هيدا رو مثبت وثلاثة كولونات متغيرين. بيرجع هلا بدنا نروح على بدنا بينزل هلا بيرجع بيروح على دايمنشن، بيروح على هيدا الدايمنشن، بيرجع بيروح على هيدا الدايمنشن وبينزل فيه ست مرات. اوكي، بكرر نفس العملية لانه هيدا ما ننسى هيدا الاربعة ثلاثة مكرر ست مرات. هو ما حيخلص الماتريكس كلها هون، هو بس حياخد اول رو من هون مع اول رو من هون بس على كل الكولونات، بيقوم بيطلع معه مثلا ثلاث ارقام حد بعض على سطر واحد. بيرجع بعدنا هون باول رو، بيرجع بيروح على الدايمنشن اللي هون، بينزل بكفيهم هول الستة، هو عمل هون وحدة منهم، بيرجع بينزل على هون، بيرجع بيسكر الماتريكس، بيرجع بيروح على، لأنه آخر شي اتفقنا ستة تلاتة وهذا شي منطقي، مشان هيك بيطلع معنا ستة تلاتة مثل ما اتفقنا. مثلا بيطلع هون شو بدنا فيها هاي السبعة، بيطلع عندي خمسة تلاتة هون، خمسة تلاتة بيرجع اتنين ستة تلاتة، مشان هيك بيطلع عندي ستة تلاتة. طب ليش الاتنين؟ بس يخلص هالستة تلاتة اول ماتريكس، بقوم بيرجع بعيد نفس العملية بس على على شو؟ على شو اتنين. هلا بيرجع بيكررهم على تاني وحدة، نعم احنا اخدنا اول سطر، بعدنا هون اول سطر ما بنغير فيه ابدا، بنرجع بنروح على هاي، نرجع بنروح على هاي. ما ننسى انه هول الستة اربعة تلاتة مكررين مرتين، مكررين مرتين بسبب هاي. اوكي، منظرهم هيك، واحدة اتنين، ما تنسى هي اخر شي نحن عنا الاربعة تلاتة، هيدي اربعة تلاتة، هاي اربعة تلاتة، هاي اربعة تلاتة، هاي اربعة تلاتة، مكررين ست مرات وكلهم مكررين مرتين، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وكلهم مكررين مرتين مرة جديدة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يعني وهيدا السطر، هيدا السطر راح يشتغل مع هاي مع هاي مع هاي، بيطلع عندي ثلاث ارقام حد بعض. بيرجع هم نشوف انه عجب يعني استهلكناها لهاي، بيرجع على الست مرات وهيدي خلصنا اول مرة، تاني مرة، تالت مرة، رابع مرة، خامس مرة، سادس مرة، هيدي عبينا اول ماتريكس هي دايمنشن تاعها ستة ستة تلاتة. بيرجع كل هالماتريكس هاي بيعبيها مرة تانية، بيعبيها مرة تانية. اوكي، هيدي هي الفكرة، هيدا كله كان على اول سطر من هول، اول سطر من هول باول وحدة من ال خمسة اللي هون، الخمسة اللي هون اني قاعدين بكل وحدة من هالخمسة في عندي ماتريكس ثلاثة اربعة. اوكي، بس نروح تاني سطر هون بعدنا بالاولى هون، تاني سطر هون، تاني سطر هون عنده نفس العملية مع هول كلهم، يعني تاني سطر بده يشتغل مع الاربعة تلاتة، تاني سطر هو هيدا بيشتغل مع الاربعة تلاتة.
اوكي بيشتغلها 6 مرات بيقوم، يعني هو بيعمل some product هون، اوكي some product بين هاي وهاي على سطر، على تاني سطر، تاني سطر بأول وحدة هون، على بيمرق على 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 هول، اوكي بيرجع بيمرق على 6، بيرجع بيمرق على 2، بكررهم مرتين. بس عملنا احنا بس هذا السطر ثبتناه، احنا عم نحدد دايمنشن، بس هذا السطر ثبتناه، حددنا دايمنشن، وبس بلشنا نقلب على هيدا عم طلع معنا، صرنا عم نمشي على الدايمنشن التاني. هلا او بل اذا بدك هيدا هو، اذا بدك فيك تعتبره هيدا هو الدايمنشن تاع تاع الكولونات يعني، اوكي. و بس انه ما ننسى انه هون في سم برودكت يعني بين هول، فهو سطر معين هون عم تقلب القصة كلها هون عليه. فعلى كل سطر من هول، على كل سطر من هول، على كل رو من هول عندي هذا دايمنشن، 3 دايمنشن، 6 دايمنشن، و2 دايمنشن. هذا اداء شيء فينا نحكي عن هذا باختصار، يعني شو هي الدوت برودكت. كل سطر من هول في عنده كذا دايمنشن، 1 2 3. وشو يعني كل سطر؟ يعني ننسى الكولونات اللي هون، لهالسبب بيطلع عدد الدايمنشنات كلهم هي 5 3 2 6 3. هي باختصار الدوت برودكت هو شو. بالنسبة ل اوكي بالنسبة ل ال شو اسمه الماتمال، على ما يبدو انه هيدا الماتمال بيضربهم هو بطريقة تانية. فاذا كان هو عندي الماتريكس A وماتريكس C، فالماتريكس A 9 5 مثلا 7 4 الماتريكس هيدي، فعندي 7 4 و 4 3 اكيد رو من السبعة وكولم من هيدا سم برودكت. يعني لو كانت الحالة سهلة، لو كان 7 4 4 3، بس في عنا هود دايمنشن. فهالتسعة خمسة على ما يبدو بالماتمال لازم 9 5 9 5 تضل هي ذاتها، هيدا هو الشرط اللي هم معمولة على هالاساس. حتى نجربها سوا اذا بدكم، بركي بنعمل هلا. اوكي هلا قبل بالنسبة للدوت برودكت هني بكون عاملين اشياء مفيدة شوي، بركي عاملين هيك شي اكزامبل هون. هون عم بشرح فكرة السم برودكت. هيدا مات مال، فمبلا هون مات مال الواحد بحس انه بلا 100% لازم يكونوا هن ذاتهم، لانه هون مثبتهم هون هن ذاتهم، هيدي 0 0. هيدا ال 1، هيدا ال 1 هو انه بمعنى رو، نحن بنثبت رو، هيدي رو كولم، ها رو كولم من هون 2 4، رو كولم، رو كولم. هالاربع اربع بيختفوا لانه سم برودكت، بيبقى لك رو من هون كولم من هون، فهون رو من هون كولم من هون، فحيعطيك رو من هون، رو من الاول، بثبت رو من الاول على كل الكولونات، كل الكولونات ضرب، كل ايتم باي ايتم هن ضرب، ايتم باي ايتم. وبما انه وش سام بيجي بيطلع لنا ليست يعني تقريبا، او هيدا بنجمعهم. فهيدي الفكره، هالمات مال مبينه هي عن جد هيك. يعني اذا بدنا حتى ناخذ هالاكزامبل هون، خدعنا ناخد يلا هدا ناخد الاكزامبل. يعني هلا بركي بمرق على شي فكرة فكرتين هون.
هذا اكس 2. تعال ناخد هي 5 ضرب 4 ضرب 3. هلا اكيد هي تكون 4 3 ولا ما حيمشي الحال. بس انا بدي شو بدنا نقول 2 ضرب وهون كمان 2 ضرب. كعرام هي ذاتها، بس هون انا رح احط 2 فاصلة. نحن اتفقنا يكون هول 2 مثل بعض، 2 5 تحت لازم يكون كمان هون 2 5. بس انا وهيك نجربها np dot matmul x1 فاصلة x2. تعال نعمل تاني ones. هلا ones نحن دغري بنحط الدايمنشن، فا هلا اذا بدنا نضربهم ببعض ما بعرف شو حيطلع. حيطلع بغض النظر ones take only 1 to 3 position but 4 were given. واحد ثلاثة. اوكي هذي غلطة مني، كان لازم احطهم بعد بهيدا. معه حق لانه هيدي هي كلها هيدي 1 argument، مش 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 3 argument، هي وحدة، فلازم تكون بهالشكل هذا. اوكي مهم ردها باسلوب مهضوم. هلا لنفهمها لازم بس بين 2 matrix، فزين 2 و 5 و 3 و 4 و 3 و 3 بين 2 5 3 3. اوكي هالشي متوقعينه. انا اصلا رح احط الثاني، حاعطيها دايمنشن مختلف حتى لازم يعطيني ايرور. اوكي تمام. ف could not be broadcast together with remapped shapes، فهن لازم يكونوا مثل بعض 100%، لازم يكونوا مثل بعض يا شباب. ف 2 و 5. هلا اذا بدنا نقول له هون اطبع لي الاكس 1 فهي 0 1 2 3. هيدا لما بنضربها بال هون بفتكر اني بالمبدا ما بيطلعوا مكررين، فالجواب هلا ليش كررهم؟ لانه هي جاية بالونات 4 3 كلهم 1 هن 3 4 رو 1 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 اوكي 1 1 1 1 1 1 1 1. فمشان هيك هيدا عم يطلع مكرر انه السم برودكت طلع 6 6 6 22 28 38 38. اوكي لهو المبدا ما بيكرر، ما لازم. هيدي مهضومه اكثر، المات مال المهضومه اكثر من هيديك. بس هذيك فكرة كتير مهمة منها قليلة، انه رو واحد رو من اول وحدة بفوت وبيشتغل شغله على الكل، او ببلش من اليمين للشمال. اوكي ببلش من اليمين للشمال مثل ما اتفقنا، هيك يعني كل رو من الاكس 1 هون ببلش من اليمين للشمال، بيشتغل شغله مع هون بيعمل سام برودكت مع الاربعة ثلاثة، ولكن بيشتغل من اليمين للشمال يعني اربعة ثلاثة بعدين الستة بعدين الاثنين. وهذا كل شيء بدي اقوله. ما بعرف اذا في شيء هيك شيء مهضوم هون، هيدا كنت هون عم جرب فيهم حلوين انه هون انه والله هيدي ريشه بتعطيك جواب دوت منا مشكله. فينا نضرب as array as array مع بعض بالدوت برودكت، قلنا بيعتبرهم بيظبطهم هو على ذوقه، انه هيدا as array بيعملها رو، هيدا as array بيعملها كولم، انه كولم فيكتور يعني فيكتور واقف و vertical. و هون بالنسبة ل هون بيعمل دوت، فيك تعملها ريشيب بعدين على ذوقك.
انا مش موفق هالريشيب كأنه لا هيدي لحالها هي ريشيب دوت، وين هيدا مسكر على الاخر. لا هيدا ريشيب للتاني. اوكي نفس الفكرة، هيدا الفكرة اللي هون اوضح من اللي فوق، بس منا مشكلة يعني، منا هالقصة. هون احنا عاطينه فعلا 2 دايمنشن بوضوح، هون جبر يكون قلم بوضوح، قلم فيكتور يعني. هي قلم فيكتور. اما هون كمان هيدا اوضح واوضح، هيدا رو وهيدا كولوم، احنا هيك عادة بنضربهم بال اما هاي حطيت له كولوم بالاول وجاي التاني عم تقول له هون ما عجبه، عم تقول لك 2 1 مع 2 هيدي ما لك ما بشتغلها، مع انه هون والله اشتغل يعني، هون اخذ 2 فاصلة مع 2 فاصلة اشتغلوا. على كل الأحوال، على كل الأحوال، على كل الأحوال. أما هاي 2 1 1 2 كمان بيقبلها، بيطلع منظرها حلو 2 2، وهيدا كل شيء.